تزداد الساحة السياسية في تركيا سخونة مع اقتراب موعد الانتخابات. تحالف آتا الانتخابي الجديد يضم 5 أحزاب قومية يمينية يخرج إلى الساحة السياسية في البلاد مستهدفا استقطاب أصوات القوميين المتشددين. يعادي هذا التحالف الأكراد بشكل صريح والوجود العربية خاصة السوري على الأراضي التركية. هذه الدولة هي تركيا وهي فقط للأتراك، قومية علمانية مبنية على أسس المؤسس مصطفى كمال أتاتورك الذي أخذنا اسم تحالفنا منه. سندافع عن هذه المبادئ حتى النهاية ولن نسمح للتحالفات الأخرى التي تتساهل مع مبادئ قومية بالسيطرة على البلاد، ولن نتسامح إطلاقا مع الوجود الأجنبي على أراضينا. سيكون النصر بالانتخابات للأتراك القوميين الأصليين. هذا التحالف والذي أعلن عن مرشح لخوض انتخابات الرئاسة هو رابع التحالفات الانتخابية في البلاد حتى الآن، فيما تحاول التحالفات القائمة وأبرزها تحالف الشعب الحاكم والأمة المعارض والحرية والعمل اليساري استقطاب المزيد من الأحزاب لتنضوي في أطرها حتى استكمال المدة القانونية، بينما تركز بعض التحالفات على الأيديولوجيا بالدرجة الأولى. هذا التحالف الجديد الآن الذي يشمل الأحزاب التي لها نبرة ربما نعتبرها عنصرية، لا سيما نبرة حزب النصر الذي حقيقة يشهر بالوجود السوري ويرفضه كليا ويحرض حقيقة ضدهم. باقي التحالفات يعني تعتبر أكثر أيديولوجية، يعني مثلا التحالف أحزاب اليسار التي هي لا تشكل حقيقة نسبة كبيرة من مجمل الناخبين. الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت أن 36 حزبا سياسيا تركيا استوفت الشروط اللازمة للمشاركة بالانتخابات المقررة في 14 من أيار. الساحة السياسية التركية بدأت تشهد حراكا واسعا أشبه بدعاية انتخابية مبكرة تركز بجزء مهم منها على الزلزال ووعود إزالة آثاره.